بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، أصحاب الفخامة والدولة والسيادة والمعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن نكون مجدداً بين أهلنا وأحبائنا ورفاق الدرب في إقليم كردستان العزيز، لنحتفي بتخليد ذكرى الزعيم العراقي الكردي الكبير الملا مصطفى البرزاني، الذي كان له الأثر البالغ في مسارات تاريخ بلادنا المعاصر. وبهذه المناسبة نحيي القائمين على تأسيس وافتتاح هذا المتحف المهم، ونخص الرعاية الكريمة لسيادة الأستاذ مسعود البرزاني لهذا المنجز النوعي الذي سيساعد الأجيال المتعاقبة على معرفة تاريخهم النضالي لبناء وترصين حاضرهم ومستقبلهم المنشود. إن تخليد التاريخ والتذكير بمواقف صناع القرار والقادة المؤثرين وإحياء المراحل التاريخية المفصلية من خلال هذه الفعاليات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية، ومنها إنشاء المتاحف وإقامة المعارض والمحافل، بات يمثل سياقات ضرورية تشهد على عمق وعي الشعوب بأهمية تاريخهم وتأثير ذلك التاريخ على حركتهم نحو المستقبل. فالتاريخ يمثل ذخيرة الأجداد وتراث الآباء ومسارات الأسلاف، وهو بعد ذلك عبر ودروس من الماضي بكل ما تحمله من مرارات وانتصارات ومتغيرات ومواقف وموانع ومنح ومحن وفرص وتهديدات وغيرها، مما يساعد الشعوب على توثيق التجارب ومراجعتها وتنضيج المشاريع والرؤى، بما يحقق التراكم والاستمرار والتقدم. وهنا تكمن أهمية التاريخ وتوثيقه ودراسته والأخذ به. إن شخصيات مفصلية ومؤثرة كالملا مصطفى البرزاني بتاريخه الوطني الحافل وما شهده من مصاعب وتجارب ومواقف وإنجازات تستدعي منا جميعاً الوقوف طويلاً لدراسة وتحليل منهج هذه الزعامات ومواقفها ومساراتها والاستفادة من تراثهم وثرائهم وتأثيرهم في محيطنا الوطني وانعكاس ذلك على أحداث المنطقة والعالم. لا شك أن النضال الكردي الطويل ضد الاستبداد والتهميش والإقصاء والتمييز قد ارتبط وثيقاً مع الجهود والتضحيات الكبيرة لأبناء شعبنا العراقي الكريم في مختلف عناوينه ومساحاته. ففي كل بقعة من بلادنا نتلمس العمل المشترك والدماء الممزوجة بحب الوطن والنوايا الخالصة التي تآخت وتعاهدت على أهداف نبيلة موحدة، في مقدمتها الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة والقانون والتعايش السلمي. إن النضال الشيعي الكردي المشترك ومواقف القادة الشيعة والكرد والمكونات الكريمة الأخرى منذ تأسيس الدولة العراقية ستبقى مواقف مشهودة وموثقة على مر العصور، وفي مقدمتها العلاقة التاريخية بين الزعيم الراحل ملا مصطفى البرزاني وأسرته الكريمة مع الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره وأسرته ومحيطه العلماء والجهادي، التي سطرت أروع معاني الأخوة والترابط والوطنية والنضال المشترك. وإذ نقف اليوم في استذكار جديد، فإننا نشدد على وثاقة هذه العلاقة
وضرورة استمرارها وتوكيدها والبناء عليها في الحاضر والمستقبل، وهي في إطار اللحمة الوطنية وتعميق العلاقة مع جميع المكونات العراقية. ونعتقد أن أبناء شعبنا الكردي الحبيب قد جسد هذه المعاني طوال تاريخه الحافل، مما يجعلنا أكثر اندفاعاً لتعزيز هذه العلاقة وترسيخها. ونرى من الأهمية بمكان توحيد الجهود والمواقف لإنجاح وإكمال خطوات وعمليات بناء مؤسسات الدولة العراقية ضمن سياقاتها الدستورية والسياسية الصائبة التي تنعكس على مجتمعنا وشعبنا ووطننا بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان. إن إنجاح تجربة تحالف إدارة الدولة وتدعيم مسارات الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الأخ السوداني ضمن جهودها التنموية والخدمية ونواياها الطيبة في خدمة جميع أبناء شعبنا العراقي من زاخو إلى الفاو، في ظل الاستقرار السياسي والتفاؤل المجتمعي والتفاعل الإقليمي والدولي، يجب أن تدفعنا إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك لنقل العراق من مراحله ومساراته السابقة إلى مرحلة الثبات والنشاط والفاعلية والتأثير الإيجابي. أجدد تحيتي لكم وتقديري لهذا الجهد النوع المميز، وأحيي شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد والبيشمركة. ونحن نحيي معاً سيرة ومسيرة الراحل الكبير الملا مصطفى البرزاني وجميع القادة الشهداء، ومنهم شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم، والراحل الكبير مام جلال طلباني، كما وأحيي سيادة الأخ الكبير الرئيس مسعود البرزاني الذي يمثل امتداداً لهذا التاريخ العريق، وأحيي المراجع العظام وشعب كردستان وشعبنا العراقي عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.